اوكي اظن خلاص. اظن راح يكون لايف سلمى و وهيك ريكوردينج. اوكي محمد كيف حالك؟ محمد القيس معنا كمان. الله يخليك يا ما. الحمد لله مشكور الله لا بخير هلا الحمد لله. هلا الله يكرمك يعطيك الف عافيه. الله يعافيك يا رب. محمد من السيت اب اللي ورا انا حاسس انه على الستيج قاعد. الله يخليك براند. هي تعرف انه لوك داون وقاعدين نسوي الحمد لله. مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم جميعا. اليوم زي ما أنتم عارفين دائما إحنا في منصة Out and About المواطن العالمي نادي الكتاب، دائما نطلع كل يوم سبت الساعة 7:30، في عنا مناقشة على زوم لنا تقريبا سنة، طبقنا سنة أظن هيك وأكثر، وإن شاء الله يعني بنأمل إنه بعد رمضان تنتهي هالموجة ويكون كل إشي تمام. إحنا اليوم طالعين لايف على اليوتيوب كمان، فرح يكون لايف يوتيوب ورح تكون أيضا مسجلة طبعا للي بحب يشوف التسجيل هذا لبعدين. فأهلا وسهلا فيكم للي بتابعنا مباشر على اليوتيوب، وأهلا وسهلا للموجودين معانا واللي بحضرونا دايما وللي بشوفوا تسجيلنا كمان بعد هيك. اليوم إحنا دايما طبعا بننوع ما بين روايات، ما بين كتب، ما بين مسرح، ما بين إنه نحكي عن مثلاً يعني عن أشخاص معينين نحكي عن حياتهم. اليوم معانا مسرحية، رح نحكي عن مسرحية ولكاتب ومسرحي وأديب عربي معروف جداً ومشهور جداً، اللي هو أستاذ توفيق الحكيم. هذا الرمز اللي من رموز المسرح العربي طبعاً إحنا بنحطه هنا مع، أنا دائماً بقول إنه المسرح العربي بدأ عنا في مصر، طبعاً مسرح خليل قباني في لبنان معروف، لكن أنا المسرح الحقيقي بدأ في مصر وسوريا مع سعد الله والنوس في سوريا ومع توفيق الحكيم في المسرح القومي في مصر. اليوم مسرحيتنا هي مسرحية إيزيس، يمكن هي واحدة من مسرحيات توفيق الحكيم مش كتير مشهورة خلينا نقول، لكنها مشهورة من ناحية إنه هي أسطورة عن الملكة إيزيس، ملكة فرعونية عاشت في زمن بعيد جداً، جاب لنا إياه توفيق الحكيم وقدمه في الزمن آلاف السنين عشان يعرض لنا إياه على مسرح الحياة المعاصر. خلينا نحكي شوي عن توفيق الحكيم بالأول. هو من مواليد الإسكندرية في 9 أكتوبر 1898 98 عفواً، وتوفي في القاهرة في شهر 6 بسنة 1987، يعني تقريباً عاش أكثر من 80 سنة. والده كان يعمل في السلك القضائي، كان محامي، ووالدته كانت من أصل تركي. هلأ هو طبعاً زيه زي أي حدا، والده كان بيشتغل محامي بهذيك الفترة، أنتم متخيلين سنة 1898 كانت مصر من أكثر الدول يعني مزدهرة خلينا نقول في الدول العربية من ناحية يعني بنواحي كثير، ومن ضمنها طبعا المحاماة والقضاء في هذيك الفترة. طبعا نحكي عن توفيق الحكيم، ما في كثير عن حياته خلينا نقول، لكن هو بيحكوا إنه درس في الإسكندرية وبعدين كمل دراسته، ووالده بتعثوا على فرنسا على أساس إنه يدرس قانون. قعد بفرنسا 3 سنين وبعدين والده رجعه، لكن خلال وجوده في فرنسا بهره المسرح الفرنسي وبهره كيف إنه المسرح في فرنسا بأخذ من الميثولوجيا الإغريقية واليونانية والرومانية القديمة، يعني بأخذوا من القصص القديمة تبعتهم وبعملوا المسرح. فكانت هاي الفكرة بتجول في خاطره إنه هو يعمل نفس يعني يمشي على هذا النظام، لأنه كان بحب المسرح وبحب الأدب، فكان اتجاهاته ميوله أدبية. طبعاً هو درس المسرح في فرنسا لفترة، ولما رجع والده ما كان معه لا شهادة مسرح ولا شهادة قانون، فهو طلع بدون شهادة فعلياً خلال فترة وجوده في فرنسا. بعد هيك لما رجع على مصر طبعاً بتدرج في أماكن معينة، اشتغل في القضاء، اشتغل
في الثقافة، اشتغل في المسرح، فاشتغل في أكثر من مكان، لكن كان عشقه الأول والأخير للمسرح. وطبعا المعروف عن يعني اللي بسمع بتوفيق الحكيم على طول احنا نربطه بشيء اسمه المسرح الذهني. واحدة من الأمور اللي توفيق الحكيم ابتدعها لمسرحنا العربي وسماه كتيار مسرحي عربي المسرح الذهني. فالمسرح الذهني هو بنحكي عنه مسرح الغرض منه انه يكون مسرح مقروء وليس قابلا للأداء على خشبة المسرح، وهو ما يسهل أن تتصوره وتتأمله لكن يصعب أداؤه أمامك. يعني إحنا اليوم شفنا يمكن أول مسرحية وصفوها بهذا الوصف اللي هي مسرحية أهل الكهف اللي هو تحدث عنها، كتبها سنة 1929 ونشرت في سنة 1933. اللي صار إنه توفيق الحكيم بسبب انشغالاته، وايضا طبعا كان بكتب بالصحافه وكان بكتب له عده مقالات، كتب في الادب كثير، حتى انه بيسمي مسرحياته بالروايه او بالقصه، يعني ما بعتبرها حتى مسرحيه، يعني بتحس الحوار كانه رايح باتجاه مشهد تلفزيوني او مشهد مسرحي او مشهد خلينا نقول بالسينما ممكن نمثله. في له كمان طبعا من اشهر المسرحيات زي ما قلت اهل الكهف، عنده كمان مسرحيه اسمها بيجماليون، وله مسرحيه شهرزاد، واحده من المسرحيات المشهوره، ايضا كتبها في سنه 1934. عنده يوميات نائب في الارياف في سنه 37، له مقالات تحت شمس الفكر، كتاب له كتاب اسمه محمد صلى الله عليه وسلم سيره حواريه، إله مسرحيات زي مسرحية براسكا، مشكلة الحكم، سليمان الحكيم، الملك أديب، مسرح المجتمع، الأيدي الناعمة، وإزيس، لعبة الموت، وبذلك وكمان بنك القلق. في إله كمان مسرحية اسمها مجلس العدل، ومسرحية يا طالع الشجرة، وفي كمان السلطان الحائر. طبعا مسرح توفيق الحكيم متنوع وكبير، ويعني جمهوره عريض خلينا نقول. في واحدة من يمكن أبو يوسف معتز من فترة برضه بعت لنا رابط لمسرحية، لهي المسرحية إزيس مثلت على المسرح القومي في مصر، كانت في سنة 1985 وحضرها الرئيس المصري السابق حسني مبارك وحرمه، هذا الحكي في سنة 1985. في مقالة لطيفة عن هذا الموضوع واحد كتب عنها، وعن كيف إنه يعني كيف سكروا مصر وسط القاهرة عشان موكب الرئيس يدخل ويجي يشوف هاي المسرحية. هلأ إنه رئيس دولة يهتم بمسرحية وبالمسرح القومي بهذا الشكل ويجي يحضر مسرحية، هاي بحد ذاتها يعني تحسب للرئيس حسني مبارك وتحسب لاهتمامه بالمسرح والأدب، ومصر من الدول الريادية في المسرح. يعني إحنا بنحكي قبل شوي كان برضه معانا عبد الله من رام الله بيحكي لنا انه هو مسرحي وكان بيسال انه ما بشوف مسرح عندنا في الاردن. هلا المسرح في الاردن ارتبط بالجامعات والمسرح العربي او اللي هو بتيجي، يعني كل سنه في عندنا مثلا مسابقات للمسرح العربي او كذا، فهاي ارتبطت للاسف ارتبط المسرح بهذا المفهوم. في مسرحيات قليلة جداً بتم تمثيلها يمكن بالسنة مرة أو مرتين، نقابة الفنانين أو المسرحيين بيعملوا مسرحية يعني خارج إطار المسابقات، لكن عادة بتكون دائماً يا إما للجامعات أو للمسرح العربي اللي دائماً كل سنة بصير بمكان، بصير بتونس، في الجزائر، في مصر. طبعاً إلنا سنتين ما بنشوف مسرح بسبب الأوضاع وبسبب أزمة كورونا. تسمحي لي أعلق على الموضوع؟ تفضل. ثانية، تمام، أنا آسف لأنه قطعتك. مشكلة، تفضل. طيب، أول إشي أنا من مسرح الحرية في مخيم جنين. هلأ المسرح عندنا ارتبط هناك في الضفة أو في جنين في قضية غير إنه قضية مسرح. صفت هي قضية مقاومة وقضية يعني هي قصة شغلة بتحمل قضية معينة. نعم. فلو الناس مش مهتمة في المسرح بتكون مهتمة في القضية.
اللي بيمثلها المسرح. يعني في كتير شغلات احنا ما بنقدر نحكي عنها في الشارع، ما بنقدر نحكي عنها في الحياة اليومية اللي احنا بنواجهها، بس بنقدر نحكيها على الستيج، بنقدر نحكيها بالمسرح. ليش؟ تحت غطاء المسرح، لانه احنا بنمثل، بس هي فعليا بتكون قضية حقيقية واحنا بنمثلها بحقيقة يعني. وهذا الفرق صراحة يعني ما شفت هذا الإشي هون موجود في الأردن. يمكن اللي ارتبط الإشي بجامعات، أنا ما دخلت على جامعات هون بالأردن وما دخلت هيك أشياء، عشان هيك ما اختلطت بناس المسرح هون. بس هي الشغلة بتصفي شغلة قضية بدافع عنها الحدا، أو شغلة شخصية، أو يعني شغلة بتهم أكثر من حدا، من أكثر من طبقة للمجتمع. أكيد طبعا، شكرا لك عبد الله. هلا هو مش ارتبط بالجامعات، بس هي الفرق المسرحيه على الاغلب كفريق مسرحي تجذب الجامعات، مثلا فريق مسرح اليرموك، فريق مسرح الجامعه الاردنيه، فريق مسرح جامعه فيلادلفيا او جامعه عمان الاهليه، فارتبطت بالجامعات اكثر. لانه كمان في عنا مثلا صيف الزرقاء المسرحي، كان في عنا مثلا بمدينه الحسين للشباب بيعملوا برضو على المسرح لما يكون في المسرح العربي. فما في فرق مسرحية حقيقية، يعني بتلاقي مثلاً واحد كتب مسرحية جاب نص، وفي ممثلين بمثل مسرح بجيبهم وبيعملوا هالمسرحية. يعني من فترة بشهر واحد حضرنا مسرحية عن مقتبسة عن مسرحية في انتظار جودو، حضرناها في مسرح الشمس، فكانت هاي طبعاً مسرحية خاصة أو شخص مثلاً كتبها وجاب ممثلين وإخراج، فكانت مسرحية حلوة بهذه الفترة. فان شاء الله ان شاء الله انه يرجع المسرح يعني لوضعه، ونرجع كلنا لحياتنا الطبيعيه ولوضعنا الطبيعي 100%. انا هذا اللي بحكي لك فيه، عفوا يعني انا اللي بحكي لك فيه انه الفكره من المسرح اصلا انه انت تقدم رساله وتقدم شيء معين لناس معينه. يعني انت بيكون في عندك رساله، شو الهدف من المسرح عدم المؤاخذه؟ ما انت جاوبيني ايش المسرح هو مسرح الحياة زي ما بحكوا. أنا في مرة واحد صديق مسرحي حكالي الحياة كلها مسرح، لأنه في الحياة بتمثل عندك، موجود المشاهد، موجود المشاهدين، موجود الحوار، موجود المسرح نفسه، الحياة نفسها، الشارع نفسه خشبة مسرح. 100% كل حياتنا هي عبارة عن مسرح، كل حياتنا عبارة عن مسرحية مش عن مسرح. مسرحية ومسرح، نعم صحيح. هذا اللي بحكي لك فيه. أنا بحكي لك يعني عدم المؤاخذة، لما يكون في عندك رسالة وقضية أنت حابة تقدميها للناس، ممكن الناس ما تستوعبها إذا بتروح تناقشيهم بالنقاش العادي اللي إحنا متعودين نناقشه في الحياة اليومية. في ناس ما بتستوعب هذا الإشي، بس المسرح كل الناس تستوعبه. ليش؟ لأنه اللي ما بيستوعب إنه في قضية راح يستوعب إنها قضية تمثيل مش أكثر، بس راح ياخذ الرساله نفسها بالاخر يعني. شكرا لك عبد الله، الله يسعدك. طيب خلينا نروح لمسرحيتنا اليوم. اليوم مسرحيتنا اسمها ايزيس، وايزيس هي آلهة مصرية من الآلهات المعروفة في الحضارة المصرية القديمة، آلهة الخصب، آلهة الحب، آلهة الجمال، إلها عدة أوصاف ووصفات بالنسبة لايزيس كرمز في التراث المصري القديم. خلينا نشوف فصول ومشاهد المسرحية. عنا ثلاث فصول لهاي المسرحية، كل فصل طبعا أنا كل ما أقدم مسرحية بقول إنه كل شخص أو كل مسرحي لما يكتب مسرحية، في مسرحيات من فصل واحد، في مسرحيات من مشهد واحد، في مسرحيات من أكثر من فصل، في مسرحيات بتتضمن مشاهد معينة، وكل مسرحي بفصل المسرحية تبعته زي ما بده. يعني هو اللي بحط الحوار، هو اللي بحط لنا المشاهد. في مسرحيات ما فيها مشاهد، فبيجي المخرج المسرحي هو اللي بحط المشاهد أو مع الممثلين، أو بحطوا ديكور المسرح. وفي مسرحيين بكتبوا ديكور المسرح، بكتبوا أحياناً بصير فيه موسيقى تصويرية. فكل هاي الأمور تركها هلأ توفيق الحكيم، كتب لنا ببداية كل منظر شو فيه، شو هو المنظر، لكن ترك الموسيقى التصويرية، ترك الكلمات الأغنيات اللي كتبها، تركها لخيال المخرج وخيال اللي بنتجوا المسرحية أو بيمثلوها.
ففي عنا ثلاث فصول في هذه المسرحية. الفصل الأول فيه أربع مناظر، الفصل الثاني منظرين أو ثلاث مناظر، والفصل الثالث فيه ثلاث مناظر. هلأ في الفصل الأول نشوف المنظر الأول كيف بوصفه. بحكي شاطئ النيل في موضع يكثر فيه الغاب والبردة، وقد احمر الأفق مؤذناً بشروق الشمس، وخلى المكان إلا من بعض الفلاحات يسرن بما حملنا إلى السوق، وإذا بفلاحة تعترض الطريق. هاي الفلاحة اللي حكت للفلاحات بأنه شيخ البلد أخذ أوزتها منها. وبعدين هنا في عنا الفلاحة العجوز، وفي عنا بصير في حوار عن موضوع أنه شيخ البلد بأخذ يعني بيجوا الفلاحات، هاي الفلاحة اللي راحت منها بطتها بدها تصير تروح عند واحد اسمه توت اللي هو بسموه توت الساحر، فهم بدهم يروحوا عند توت الساحر عشان يلاقي لهم هاي البطة. وطبعا نساء البلد كلهم بيروحوا معها عشان يشوفوا يعني عشان يجيبوا البطة أو يلاقوها، وبصير حوار بين هدول الفلاحات عن إنه هذا الساحر هو اللي رح يجيب لنا البطة. كل ما يكتب لنا مثلا يكتب شكوى أو إشي بيلاقوا بعد كم يوم برجع لهم الإشي اللي راح منهم. هلأ في عندي أنا شغلتين بهذا يعني بدي أسأل عنهم. بالبداية ما مدى أهمية بالنسبة يعني لمصر ويمكن في دول كثير، ما مدى أهمية وجود ساحر أو وجود الكاتب؟ لأنه توت هو عبارة عن واحد بكتب، فبكتب لهم مثلاً حجب، بكتب لهم شكاوي، فما مدى أهمية وجود هذا الشخص في حياة مصر سواء كان قديماً أو حديثاً؟ إذا حدا بحب يشارك معي. تسمحي لي أعلق؟ تفضل. أنا عامل ريز هاند على كل حال، يا ريت تتنظم عملية الريز هاند. إذا ممكن إنه حدا اللي بيحب يحكي. أيوة. يعمل رسالة. نعم تفضل. أيوة. أبو يوسف. طيب هلأ بالنسبة للفصل الأول وسؤالك بنفس الوقت، الفصل الأول كان معني بتقديم الشخصيات عموما، يعني سواء شخصية توت أو الشخصية الثانية ستات أو باقي الشخصيات، يعني تقديمهم بشكل مبدئي للجمهور بس عشان يفهم فيما بعد الأحداث اللي حاصلة. هلأ شخصية تفضل أبو يوسف. بس عبد الله معلش تحط ميوت عشان الصوت وإحنا طالعين لايف. أيوة أغلبك، واللي بده يحكي طبعا في الريز هاند زي ما قلنا. تفضل أبو يوسف. الحقيقة تهت أنا، يعني شخصية عن الشخصيات عن بدي أجاوب سؤالك على قضية إنه تقديم شخصية توت وضرورة وجودها في المجتمعات. شخصية توت بنظري بتمثل طبعا هذا الشخص اللي زي ما قلتي يعني مقابل الأميين في المجتمع، في شخص اللي فهمان المثقف اللي بكتب العرض حلجي كمان بنفس الوقت، اللي عنده قضية للسلطان ولا قضية للحاكم ولا عند شيخ البلد ولا عند أي جهة، هو اللي بيقدم له إياها، هو اللي بيتولاها، دوره مهم بالمجتمع ك يعني نصير للعامة، نصير للناس ولا نصير للعامة. فهلأ طبعا من خلال أحداث المسرحية هذا الدور يعني ينقلب رأسا على عقب في النهاية، ما بدي أوصل لهناك أنا، بس هو أهميته فعلا في هاي المسرحية تحديدا وبهذا السيناريو تحديدا، أهمية دور توت لما بتغير موقفه من القضية عموما أو من قضايا الناس عموما، ويعني يأخذ الدور خنقور الدور الإيجابي الجدي في المسألة هاي. وهذا عموما يعني هذا عموما تعليقا على اللي بدأت فيه عن المسرح، هذا عموما دور المسرح. المسرح دوره تثقيفي توعوي، يعني بتناول قضايا المجتمع. عميد المسرح العربي كما يسمى مش من ناحية التأليف والسيناريو، لا من ناحية التمثيل كان يوسف وهبي هو عميد المسرح العربي، وإله مقولة
كتير شهيرة بيقول ما الدنيا إلا مسرح كبير. فعموما هذا هو المسرح، هو تجسيد لأحداث الدنيا وأحداث المجتمع والأحداث المحيطة، هو تجسيد على خشبة المسرح باختصار ما. وغالبا لما بيكون في قضية مجتمعية أو سياسية أو اقتصادية أو أي من أي نوع، تستعمل الرموز في المسرح، وعلى المشاهد أن يفك هذه الرموز. قصة المسرح طويلة، دور المسرح حقيقة عريق، كأول أداة في وسائل الإعلام مش بس في الوطن العربي، لا شك بأنه في الدنيا كانت أول وسائل الإعلام لإخبار الناس وتقديم الأعمال الفنية لهم وقضايا المجتمع. وأول ما نشأ المسرح نشأ في أثينا من 3000 سنة، عمر المسرح فعلا هو 3000 سنة. هذا تعليقي الأول. شكرا أبو يوسف. شفت في آدم أظن معنا، تفضل آدم. مساء الخير على الجميع. أهلا مساء النور. تعليقا على الموضوع اللي طرحتيه حضرتك، دور الساحر بالمجتمعات القديمة، أنا من خلال قراءتي دائما هذا الشيء اللي يعني نظرتي إليه كانت إنه في المواقف الصعبة من إنسان خسر شيء مهم بالنسبة له، سواء كان رزقه أو يخاف من شيء بالمستقبل، إذا مزارع مثلاً ما يعرف إذا حيجي وباء ويؤدي إلى أنه يخسر ما عليه يعني قوته للسنة القادمة. ففي التاريخ مثلاً في اليونان القديمة كانوا المزارعين يزورون الكهنة في المعابد، يسألوهم هل راح يكون الحصاد جيد السنة القادمة؟ التعامل مع الخوف من المستقبل يكون بالاتجاه لهذا النوع من يسموها كهنة الساحر، ما أعرف إذا نقدر نضيفه في بعض الحالات لهكذا فئة، إنه يتنبأ بالمستقبل أو يواجه التحديات اللي ما ممكن الإنسان يواجهها بصورة عادية. شنو الشيء اللي يعني متابعتي وجدته في المجتمعات اللي شوية استقرت بالعالم، هاي الدور منه قام يلعبه لما الدين انحدر، يعني صار تأثيره أقل في بعض المجتمعات، منه قام يلعب دور الكاهن أو الساحر؟ هو الكاتب، صار توجه نحو الكتاب. إذا لاحظ نقاشاتنا السابقة حكينا مثلا عن موضوع الكتب دان براون اللي حكى بيها عن مسائل الأوبئة، عن مسائل الأمراض، على مثال الازدياد السكاني بالعالم. هاي القضية بحاجة إلى رؤية بالمستقبل كيف حنتعامل معها. فقط هاي المداخلة البسيطة، شكرا لكم. شكرا. شكرا آدم. في كمان عبد الله، تفضل. عبد الله سامعني بس صوتك مش واضح، تعمل أنا ميوت. اوكي، ما بعرف عبد الله، يمكن حمزة، تفضل. اوكي، مساء الخير، يعطيك العافية. هلا بنحكي بجانبين في هلا جانب الساحر، سواء بالمجتمعات القديمة ولا استمراريته في المجتمع الحديث. غالبا الساحر هو كان يعني الملجأ والحل للناس في حالة بحالتين، حالة الجهل أول إشي، الجهل بمعرفة ما هو مخفي وشعورهم دائما بأنه في هناك قوة يعني خفية روحانية، فكانوا يلجأوا إلها. البعض كان يلجأ للجانب الديني، البعض كان يلجأ للسحر والموارائيات من خلال الساحر، وخاصة أنه الساحر بيقدم حلول سريعة. تمام. فالجهل هي مسألة، والمسألة الثانية هي الاتكالية. تمام. الاتكالية إنه أنا ما بدي أقوم أنا بدوري، فلذلك أنا أوكي برمي هاي الأمور كلها على علاقة، على عالم خفي. تمام. على
حدا يساعدني بدل ما أنا أمشي بالاتجاه الصح اللي ممكن يحل لي هاي المشاكل. فهي كلها منطقة من الجهل. فاليوم يعني بنشوف يعني دور الساحر موجود في المجتمعات، يعني استمر موجود، كان سابقا موجود بكثرة، اليوم استمر موجود في المجتمعات اللي ما زالت يعني الجهل بتملكها. الجهل، والجهل هو بيجيب الاتكالية وعدم معرفة، يعني عدم وضوح الرؤية. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني يعني يبدو أنه اللي قصد فيه توفيق الحكيم من شخصية توت وشخصية فسطاط ولا وتبر شو اسمه الثاني، هم الطبقة المثقفة مع اختلاف يعني طريقة تعاملهم. يعني في توت كان بيمثل الطبقة المثقفة اللي هي يعني تتماهى، وبالنسبة إلها ممكن يكون عندها رؤية واضحة شو الإشي الصح، لكنها ما عندها مشكلة إنه تميل مع رأي المجتمع ومع الريح، حتى إنه يعني تبيع من يعني من بعض المبادئ الأساسية مقابل إنه توصل للهدف. يعني هدفها الرئيسي سامي وجيد، ولكن ما عنده مشكلة إنه هي يعني خلينا نحكي تتماشى مع أو تغير يعني مبادئها من موقف لآخر، على عكس فسطاط اللي كان يعني بيمثل مثلا موقف يعني جامد باتجاه مبادئه اللي هو برتكن عليها باتجاه الهدف الرئيسي. لذلك يعني زي ما شفنا توت في البداية كان يكتب الحجب والأشياء هاي للناس، وهو نفسه مش مقتنع فيها، بقول لك يعني أنا كنت أحكي للناس إنه شو اسمه، بس زبطت مرتين ثلاثة خلص الناس صار يجي عنده، أوكي ما دام هذا الحكي يعني مريحهم واتيفر يعني هي أنا ماشي معهم. فكان مبين من أول موقف يعني له. فأنا شفت هاي المفارقة أو هاي يعني هاي الصورة اللي حاول الكاتب يصورها لنوعين من الطبقة المثقفة، زائدا إنه جوابتك على الرأي بالسحر. أوكي. تمام. ماشي. أحمد تفضل. عبد الله برجع لك. أحمد. أحمد جلاجل، هل أنت موجود؟ أوكي، ما بعرف إذا أحمد سامعني أو عبد الله. تفضل إذا بتحب تحكي تعلق أي شيء قبل ما نبدأ. أحمد 100%. هلا أنا كحدا من الشارع صراحة أحكي معك، على من مؤاخذة باجي أحضر نصحية المكتوبة بالنص وأنا مش قارئ النص المكتوب، وما بعرف مين إزريس وما بعرف مين أي حدا، تمام؟ ما بعرف توت من هو، ما بعرف إزريس من هي، بس أجي أحضر المسرحية صراحة وبالطريقة المكتوبة فيها بتحير إنه هو ساحر ولا كاتب، لأنه هو نفسه بينه وبين حاله في عنده شكوك اللي بيعمله. هلا أنت يعني لو ما تحضر مسرحية متمثلة وتيجي للمكتوب في النص، في النص طبعا المسرحية، تتحير هو، بتشوفيه هو نفسه متشكك باللي بيعمله، وزي ما انت حكيتي هو كاتب. هذا اللي حكى بالمسرحية 100%. حكى ماذا تريد أن نصنع لهؤلاء، بخاطب حوار بينه وبين مصطاط. لقد تعبت من صنع التمائم والتعاويذ، إني لست بساحر، إني فنان، سحري هو فني، ولكنهم لا يريدون أن يفهموا ذلك هؤلاء السذج. إنهم هو بشوف حاله كاتب. يعني يصرون على تسميتي الساحر ويلحون في طلب التعاويذ والتمائم، وقد تركتهم في وهمهم ولكنهم تمادوا، كل حامل قلم عندهم ساحر، هؤلاء الجهلاء. يعني هو بشوف حاله كاتب، هم بشوفوا ساحر لأنه بكتب بس. صح؟ بالضبط، لأنه بكتب تمائم، بكتب تعويذ، فهم فكروا إنه من خلال كتاباته بترجع لهم أغراضهم اللي فقدوها. هذا الإشي برجع لأنهم هم ما بعرفوش يكتبوا. صح؟ أكيد. فهذا إشي بخرب. طيب عبد الله، شو رأيك؟ هل وجود شخص
السحر والساحر هل وجوده ضروري؟ يعني مثلا حمزة من شوي أنا كنت بدي أجيب السؤال، يعني حكى إنه في الأماكن أو في المجتمعات الجاهلة واللي فيها الجاهل أكثر بزيد الإيمان بالسحر وبالسحرة وبالهذول اللي بكتبوا التعاويذ والتماثيل مليون بالمية. لكن هل يا ترى هذا يعني إنه المثقفين والمتعلمين واللي معهم دكتوراه أيضا ما بيروحوا للسحر ولا الساحر؟ يعني أنا معك بس اسمعي، أنا معك 100% باللي بتحكيه، بس أنت بدي تقارني المثقفين اليوم بالمثقفين قبل 5000 سنة و 4000 سنة. القصة جدا تختلف. يعني المثقف اليوم، المثقف اليوم مش هو البني آدم اللي بقرأ وبكتب. بس قبل 3000 سنة كان المثقف هو البني آدم اللي بقرأ وبكتب. طيب هلا هاي المسرحية على فكرة أنا حكيت إنه أسلوب توفيق الحكيم أول إشي بمازج ما بين الزمان والمكان، كتير بهمه الزمان والمكان من ناحية المسرحية، يعني بتلاقي إنه بذكر الليل، بذكر إنه الدنيا نهار، هلأ صارت الدنيا عصر، بذكر كمان الأماكن إنه عضفاف نهر النيل، فجأة بنتقل فينا بروح لمزارع، وكمان بنفس الوقت اللي صار مع توفيق الحكيم، يعني إحنا بنحكي عن مسرحية هلأ ما تربط، يعني ما بدنا نربط إيزيس وأوزوريس والأسوتوت والأسماء هاي ومسطاط إنها كانت في مصر القديمة، لكن اللي عمله توفيق الحكيم إنه جاب هاي الأسماء من 5000 سنة وحط لنا إياها بالعصر الحديث. إحنا بنحكي عن العصر اللي هو عاش فيه 1930، هاي الفترة كان فيها كان في علم كويس وكان في ناس تروح تدرس بفرنسا، يعني هو راح يدرس بفرنسا. الابتعاثات اللي صارت بمصر وفي الدول العربية بالثلاثينات والأربعينات والخمسينات لأوروبا ولأمريكا كانت مهولة جدا، حتى عنا في الأردن في كل الوطن العربي من الخليج من كله كان يروح يدرس برا. فما بنحكي هون عن إنه الإنسان أو المتعلم كمان ما بيروح للسحرة أو ما بيروح لهم. فالمسرحية يمكن الأسماء قديمة من التراث، لكن أيضاً إحنا بنحكي عن وضع حاضر، يعني هو مزجلنا القديم بالحديث. ما هو أحكي لك شغلة أنا حواليها. لما بدك تغير الأسماء هاي من قبل، الساحر بيختلف من زمن لآخر. يعني خيال البني آدم كثير واسع. أوكي. هلأ ممكن يعني إذا بدنا نغير الأحداث ونغير كل إشي ممكن نغير قصة الساحر. الساحر مش ضروري يكون بني آدم بيعمل سحر، يعني ممكن يكون بني آدم. هلأ بالنسبة للناس اللي عايشين في مصر القديمة، الساحر كان يعني في إيده أقوى سلطة، صح؟ أوكي. هلأ خلينا نسمي، هلأ في مصر القديمة كانت كهنة، الكاهن. الكاهن شو كان في دور غير سحر وأشياء خارقة للطبيعة؟ شو كان في دور الكاهن غير هيك؟ الكاهن يملك شغلة واحدة، أشياء خارقة للطبيعة. أوكي. بالنسبة للمصريين القدماء، الشغلة الوحيدة اللي كان يملكها اللي كان يتميز فيها الكاهن إنه بيملك شغلات خارقة للطبيعة، صح؟ هذا بحسب رأيهم. نعم 100%. هلأ عنا شغلات هون اليوم، إحنا في عنا قوانين ماشي فيها الطبيعة، في أشياء بنخترق فيها الطبيعة اللي هي السلطة. هلأ إذا بدنا نغير المضمون تبع المسرحية من زمان اليوم بتغير كل إشي. ما بنقدر نغير إشي واحد ونخلي كل إشي على ما هو عليه. طيب هلأ إحنا مع المسرحية يعني شوي شوي المناظر رح تيجي أو الفصول رح نحكي بهذا الموضوع أكثر وشو بربطه بزماننا الحاضر. حاب تضيف أي شيء ثاني عبد الله؟ سلامتك. شكرا لك. أحمد، أحمد لسه رافع إيده. أوكي أحمد يمكن عنده مشكلة بالصوت. بالضبط كي عامل ميوت أو إشي؟ آه ما بعرف، يمكن عامل ميوت. أحمد عامل ميوت وبحكي. أوكي أبو يوسف كمان أنت رفع إيدك، ما بعرف حاب تضيف أي شيء.
تعليق سريع إيمان بالله. هلأ يعني واضح تماما أنه المسرح الحديث، لما نقول مسرح الحديث يعني مسرح توفيق الحكيم والمسرح اللي عمره 100 أو 200 سنة، هذا مسرح حديث مقارنة بالمسرح القديم، يؤدي وظيفته ويؤدي مهمته بإسقاط الأحداث، بإسقاط القصة على الزمن الحالي. يعني هو لا يستخدم هاي قصة إيزيس مثلا، تحديدا قصة إيزيس لم تذكر من الأسطورة عمليا، يعني لم تذكر شيء، لم تحلل الأسطورة، لم تتناول الأسطورة أو الحدث الأسطوري، لم تتناول إيزيس وإيزيريس كآلهة، لم يعني لم تتناول الأسطورة كقصة وتقدمها للناس. لا، توفيق الحكيم أسقط المنطق، منطق هاي الأسطورة وبعض جوانبها، أسقطوا على العصر الحالي في قضايا متعددة، قضايا كثيرة. يعني أولها أو على رأسها قضية الحكم، قضية الشعب تجاه الحكم، قضية توت الحاوي، توت الكاتب المثقف تجاه الحكم ودوره، قضية مسطاط كمان كإنسان له موقف تجاه الحكم، وقضية إيزيس نفسها وحورس ابنها فيما بعد. فهون يعني هون دور المسرح هون ليس سرد القصة الأسطورة، دور المسرح هون هو إسقاط مضمون الأسطورة على معاني وعلى قضايا معاصرة، قضايا موجودة يعيشها الناس، للفت الأنظار أن هناك نواميس في الكون لا تتغير، للفت الأذهان إلى أنه هناك في وسائل وأساليب ونماذج بشر ونماذج حكم ونماذج سياسة ونماذج اقتصاد ونماذج كافة أنحاء الحياة لا تتغير مع الزمان، بل موجودة وستبقى موجودة. والتعامل معها الحقيقة صياغة الحكيم كانت يعني كانت جدا دقيقة وجدا تصل بالمشاهد للهدف اللي توفيق الحكيم بده يوصله في النهاية. وهو في النهاية ما بدي أوصل للنهاية لأنه لسه في محاور قبل النهاية. فهذا دور، يعني هذا دور كتابة المسرح الحديث عندما يتناول الأساطير القديمة، دوره إسقاط مضامين هاي الأساطير على الوضع الراهن وعلى الوضع الحالي وتحليلها من منظور الواقع الحالي وليس من منظور 3-4 آلاف سنة فاتت. وشكرا. شكرا معتز. هو في كمان في نهاية المسرحية اللي قرأها لنهايتها في صفحتين كتب فيهم هيك توفيق الحكيم تلخيص وحط كم سؤال عليهم، وكتب إنه تصوير الشخوص هاي مش لأنه نرجع للإشي القديم أو للآلهة، لا هو إبراز جديد للإنسانية خلينا نقول. صحيح. وصورة الصراع اللي صورها بين رجل العلم ورجل السياسة. صحيح. ما بعرف أرجع على أحمد لسه رافع إيده إذا بتسمعني. أحمد جلاجل غايب أظنه مشوار جلاجل ما بعرف. طيب سمر تفضلي، مشوار الكاميرا. عبدالله برجع لك. سمر تفضلي. مرحبا. أهلا سمر. في بخصوص الكاتب، دور الكاتب في المسرحية اللي هو كأنه ساحر في هاي المجتمعات، هي بيتوضح هو لما إيزيس توجهت لتوت على أساس يكتب لها تعويذ وهاي القصص عشان توصل لزوجها أو تعرف مكانه، فهو بقولها أنت كمان مثلك مثل الفلاحات الساذجات، فهي بتقول له يعني أنا شو بدي يفرق، أنا زيهم، لأن لما الواحد وقع بمشكلة فبصير يتعلق زي بقول أي أشي يعني بما معنى، فبتقول بتصير يبحث عن المعجزة وين ما كانت. صحيح. هي هاي يعني هو على أساس إنه هو بيوحي لنا إنه هي كأن الشخصية هي يعني على قدر من المعنى، على الأقل بالضبط ملكة مثقفة بدها تكون أوعى من الفلاحات. نعم، فهي تصرفت إنه مثلها، فطبيعة الموقف أو الحيرة أو الواحد لما بيكون في موقف عصيب ومش عارف كيف يتصرف فبلجأ لهذا الأسلوب، مع إن هي بقناعة نفسها بتكون عارفة أو الشخص اللي هذا إنه ممكن هذا ما يوصل، بس كأنه زي نوع اللي بيريح أو زي نوع من التخدير يعني، هلا ممكن استاذ جين بيصدقوا بس هم لا يعني، ف
فهذا الموقف يعني بما هو معناه أنه ممكن المتعلمين برضو يمكن يلجأوا لمثل هذا الشخص الساحر اللي هم ممكن عارفين ممكن ما تزبط معه، وممكن إذا زبطت هي بتكون صدفة إذا هو بيحكي هذا الكلام. فهي هاي ال... شكراً سمر، هاي كانت نقطة الثانية اللي كنت بدي أحكي معها، إنه بيحكي لها تفعلين مثل أولئك الفلاحات الساذجات ممن يصدقنا أنني أصنع المعجزات. يعني حتى هو بيستغرب من إيزيس كيف إنها بتيجي وبتحكي معه بهذا الشكل. طيب أخذ عبد الله وبعديها عشان أنت إلا المنظر الثاني. تفضل عبد الله إذا عندك أي تعليق. طيب يا أخوان أنا عندي تعليق على الموضوع كله بشكل عام. يعني هلا لو أنا كنت حدا من الشارع ومش حاضر المسرحية ومش قارئها وباجي بسمع الكلام اللي أنت بتحكي فيه ويعني بفهمش بالإسقاطات المسرحية أنا، ولا بفهم بالمسرح، وحدا عادي بني آدم عادي بحياته ما لوش في الفن ما لوش بأي إشي، ولا بعرف الأستاذ توفيق ولا بعرف المكتوب في المسرحية في الكتاب عنده، وبس جاي أحضر مسرح. أوكي. هلا كيف ممكن أفهم كل الإسقاطات هاي، وكيف ممكن أفهم كل الحكي اللي حكيتوه والقصد من الصورة نفسها ومين أوتي؟ أنت أحكي أنت جاوبني على السؤال عبد الله، أنت بتقدر تجاوبني على هذا السؤال؟ تخيل حالك. أنا بجاوبك جواب واحد، أنا لو واحد من الشارع ولا بفهم إشي. ولا بتفهم إشي؟ من طيب. اللي حكيته أنتوا لا. طيب هلا يعني يمكن إحنا عشان بنحكي هنا عن حوار أو نحكي بمسرحية، أنا ما بقدر مثلا أمسك المسرحية، ممكن أحكي لكم إن شخص المسرحية مين هم؟ إيزيس أوزوريس الملك، وبعدين إيزيس زوجته الملكة، في الفلاحات، في عنا قرى مصورها توفيق الحكيم، في عنا مصمات الشخص الثائر اللي هو مش عاجبه وضع البلد ومش عاجبه شيخ البلد الموجود، شيخ البلد البدين سماه، اللي هو موجود باخذ من الناس، يعني سرق البطة تبعت العجوز وسرق الوزة وبيأخذ من الستات أشياءهم قبل ما يروحوا على السوق مثلاً يشتروا فيها أو يقايضوا فيها. في عنا كمان الملك بيبلوس اللي ساعد إيزيس أوزوريس لما راح على البحر أو رموه في النيل. طيفون أخوه اللي هو طمعان في ملكه، حاشيته الموجودة معه، الفلاحين الموجودين، الحوار اللي دار بين الفلاح والفلاحة. هلا دول شخوص المسرحية. لما نيجي نحكي عن شخوص المسرحية، أنا بدي أفوت يعني أنا ما بحياة يعني حضرت كثير مسرح بحياتي على خشبة المسرح، سواء كان في جامعات، سواء كان في مهرجانات، سواء كان مسرح شو ما كان. فلما أروح أحضر أكيد طبيعي أنا مش قارئ النص. يعني أنا حضرنا مسرحية زي ما قلت لك مأخوذ نصها عن في انتظار جودو، فأنا مش قارئة في انتظار جودو، أنا قرأتها زمان بس أنا مش قارئتها ورايحة أحضر مسرحية. هلأ مش شرط إن لما الإنسان يروح يحضر مسرح أو يحضر مؤتمر أو يحضر فيلم أو يحضر أي شيء إنه يكون حاضره أو قارئه، أكيد راح يفهم مغزاه ومعناه، لأنه هذا الشخص اللي راح يحضر فيلم بيكون يعني عايش في الحياة. احنا بنقول الحياة مسرح كبير، فمش شرط انه يكون قارئ نصوص المسرحية اللي راح يحضرها عشان يفهم شو المسرحية. انا هاي وجهة نظري، اذا في حدا ثاني حاب يعلق انا بس خليني اكمل لك شغلة. تفضل. عادي 100%، انا كل يوم بحضر فيلم ما بكونش عارف قصته فاهمة، بس اذا في فيلم بعجبني بيكون في رابط معين بيني انا شخصيا وبين الفيلم. اسمحوا لي أعلق والله إيمان لو سمحتي. تفضل أبو يوسف. طبعا مع الاحترام للكل، الحقيقة إحنا في نادي الكتاب صديقي عبد الله أحد احتمالين، يعني إما الرواد مثل حضرتك، إما بيكون قارئ للنص قبل الجلسة أو غير قارئ للنص قبل الجلسة. فإذا كان قارئ للنص أو الكتاب أو الرواية أو المسرحية، طبعاً بيكون جمع أفكار معينة، محاور معينة، آراء معينة، ويأتي لنقاشها. إن لم يكن قارئ للنص سلفاً قبل الجلسة، عادةً يجلس مستمع ويسمع الحوار ويسمع الأفكار ويناقش الأفكار إذا عنده معطى معين في الأفكار التي نوقشت وسمعها.
إنما يعني لا إذا كان أتى من فراغ ولم يقرأ هون صعب طبعاً، هون صعب تماماً إنه إحنا في مساحة صغيرة من الزمن نقدر نسرد القصة كاملة عشان اللي ما قرأ يستوعب أو يكون عارف عن إيش عم نحكي. فهي فقط الهدف هو خلق حوار فكري في الأفكار اللي موجودة في النص للي قرأ واللي ما قرأ، اللي ما قرأ في حدود استيعابه للحوار اللي موجود في الجلسة. بس حبيت أعلق على هاي النقطة 100%. أنا بستوعبك أخوي معتز، اسمعني أنا أحكي لك شغلة، أنا قرأت الكتاب كله تمام. أنا بعلق على نقطة ثانية أنت يمكن ما فهمتني. أنا بحكي أنت بتناقشوا في موضوع المسرحية صح؟ أو الكتاب المكتوب على المسرحية. نعم. أنا بحكي أنا كحاضر للمسرحية، أنا شخصيا كعبد الله قارئ المسرحية كلها وقرأت الكتاب اليوم كله كامل، اليوم قرأته كامل. أوكي. تمام. بس أنا بحكي كشخص أنا جاي وما بعرفش مين فلان ومين فلان بالمسرحية، في رابط منقوص في الموضوع. بدي أعرف لما أنا بدي حدا يشبه لي مع ناس من 700 سنة بدي يكون رابط بيني وبينهم اللي يربط بيني وبينهم، يعرف أنا أعرف شخصيا كيف تشبه الموضوع بيني وبينهم. أوكي. هذا خاضع ل... هذا خاضع لاستنتاجك بالضبط. هذا إشي أنت شخصي يعني. خلينا نقول عبد الله الفكرة إحنا بنقاشنا هذا الكتاب أو الكتب بنقاش نادي الكتاب، أول شيء إنه إحنا نفتح مساحة حرة للناس إنها تعبر عن رأيها بكتاب معين. طبعا كل شخص وكل فرد له رؤيته المعينة. يعني أنا بقرأ بالمسرحية أخذت هالفقرتين هدول من أول منظر، يمكن حدا تاني شاف فقرة تانية حب يحكيها فبحكيها، لكن إحنا بنحاول إن إحنا نأخذ المواضيع الرئيسية في أي نقاش بالناقشة ونفتح حواليه حوار. يعني مش شرط أنا أحكي عن أو أوصف أو مثلا يعني أربط من 700 سنة ولا من 1000 سنة. هاي المسرحية ما لهاش مكتوبة 100 سنة، إحنا بنحكي من 1929 يعني أقل من 100 سنة. فأنا بأخذها من هذيك في الفترة اللي انكتبت فيها، ما بأخذها من سنة من 5000 سنة أو أطبقها أرجع لو كانت بتحكي عن الآلهة وعن إشي معين ما رح مثلا يعني أحكي عن العصر الحديث. هي بتحكي عن، لكن توفيق الحكيم أسقطها زي ما حكى أبو يوسف، أسقطها على الواقع المعاش اللي هو عايشة في هذيك الفترة في مصر سنة 1929 في مصر بهذيك الفترة. فهو كل شخص كل كاتب بكتب عن فترة معينة بتاريخه. وبعدين في شغلة بنهاية الكتاب كتب توفيق الحكيم إشي حكى عنه إنه هو إنه صورة الصراع بين رجل العلم ورجل السياسة، وحكى ممكن إنها تصير في عام 2000. يعني أنت متخيل إنه هو حطلنا هاي الفقرة وحكالنا إنه بعام 2000 رح يصير في صراع بين رجل السياسة ورجل العلم، وإحنا بنشوفه اليوم في كثير صراع كبير. يعني اليوم بكورونا وبهدول، إذا بتلاحظوا الشركات الأدوية اللي بيقول لك الأسترازينيكا أحسن، هذا بيقول لك مش عارف إيش أحسن، هذا بيقول لك. فكل هاي الأمور ارتبطت للأسف بالسياسة قبل ما ترتبط بالعلم ورجالات العلم. يعني هاي حبينا نوضحها. خليني أرجع، بدنا نرجع للمسرحية. إيمان إيه تم توخيا لاستهلاك الوقت، أرجو إنك ترجع لفصول الكتاب لأنه المسرحية دسمة وبدنا نحكي في كتير أمور. أتفضلي. شكرا معتز، شكرا عبد الله، وشكرا لتفهمك. في المنظر الثاني نفس المنظر بيقول لك توفيق الحكيم على شاطئ النيل، لكن كان الليل خيم. وهنا بيجي بثار لنا شيخ، حتى بيحكي شبح شيخ البلد البدين، وهو يسير بحذر ثم يلتفت إلى الخلف ويسير يعني في وراء بيصيروا 4 أشخاص يحملون صندوقا كبيرا، وخلفهم رجل يظهر عليه هيئة الأمر والنهي وهو طيفون، بكون أخوه لإزيريس. بعدين بيجوا بيصير حوار بينهم وبيجوا على بقعة في النهر بتكون فيها سبخات عشان يرموا هذا الصندوق هناك.
هلا بدور حديث بينهم وبعدين بيرموا الصندوق وبروحوا. بعدين في ذكر هون يعني قبل ما انتقل للفقره الثانيه في ذكر ل تخوف طيفون من زوجة أوزيريس اللي هي إيزيس. بيحكي لشيخ البلد إنه هاي إنها قوية وإنه في عندها يعني ما رح تهدى، رح تضلها تدور على زوجها وما رح يهدى لها بال. فشيخ البلد شو بقول له؟ بقول له أنا رح أتوكل فيها وأنا رح أداويها أو إنها ما تدور على زوجها. فيا ترى شو وجهة يعني هلا نقول إحنا بنحكي عن مصر قديما، كيف كانت المرأة في تلك الفترة اللي كتب فيها توفيق الحكيم هاي المسرحية بالثلاثينات والعشرينات من القرن الماضي؟ شو وضع المرأة كان في هذيك الفترة من وجهة نظركم، وجهة نظر المسرحية؟ مين بحب يحكي؟ أحمد جلاجل ما بعرف أنت سامعني؟ حدا بحب شكله عنده مشكلة بالصوت أحمد، يمكن أنا بعثت له رسالة بس ما بعرف، يمكن هو مشغول. حتى اتفضل أبو يوسف. شكرا. حتى أحمد عمل لور هاند فشكله ما بعرف، بجوز مشغول يمكن لكان. ممكن ممكن ممكن. طيب على كل حال هي لا بهذيك أنا اللي عملت لور هاند. لحد ما يقرر يرجع يشارك مرة. أوكي شكرا سلمى. هلأ وضع المرأة عموما بهذيك الحقبة من الزمن، يعني إحنا عم نحكي عن أكثر من 100 سنة، الحقيقة كانت غارقة. المرأة عندها قضية كبيرة بس لم تكن قد بدأت بعد في قضية، يعني في قضية المرأة عموما أو النسوية لم تكن ظهرت بعد، فكانت غارقة. المرأة كانت غارقة في الجهل وغارقة في خلينا نقول في حياتها اليومية الكئيبة البائسة، ووضعها مزري يعني في هذيك الحقبة. فيعني هيهات ما بين وضع إيزيس كامرأة في هاي المسرحية كإسقاط يعني، وعامة الناس في هذاك الوقت، يعني عامة النساء في هذاك الوقت كانوا يمكن وهذا قصده يعني من مقاصد توفيق الحكيم، انه قصد انه يظهر قوة المرأة في شخصية إيزيس وإصرارها على تحقيق أهدافها وتحصيل حقها وحماية زوجها في البداية اللي فشلت فيها هاي المهمة، وفي الآخر حماية ابنها والدفاع عنه حتى آخر رمق، وحفاظها على نفسها وحفاظها على ابنها طول هاي الفترة. فكان يعني مجتمع بائس بالنسبة للمرأة. وشخصية إيزيس يعني لا شك إنه لو وصلت هاي الشخصية كقرئت من قبل النساء في هذاك الوقت أو في وقت بعد ذلك، يعني مش بالضرورة بهذيك الحقبة، يعني اليوم لو تقرأ هاي إيزيس بتبين طبعا الهدف منها والغرض من هاي الشخصية واضح، وهو الإظهار المرأة القوية صاحبة الإرادة واللي بتقدر، اللي عارفة المرأة اللي عارفة إيش بدها في الأول وفي الآخر. أنا بظن هيك مثلت مبدئيا، يعني هيك مثلت شخصية إيزيس. شكرا. نعم. وكون وضعها، كونها هي الملكة، كونها هي زوجة الحاكم، حتى لو كان الحاكم يعني غايب عن شعبه زي ما رح نشوف بعدين لما يجوا يحكوا عن وهي بتحكي مع الصبي اللي كانت يعني اللي هم الفتيان، خلينا نحكي عن هذول الغلامين اللي ظهروا بهذا المنظر الثاني لما راحوا وشافوا شيخ البلد وهو بر البلقي بهذا الصندوق وعرفوه من ظله، يعني لما حكى ظل شيخ البلد البدين، يعني شوف التشبيه إنه هو معروف عنه إنه هو بدين بسبب إيش؟ بسبب سرقته للناس، لأنه بضل يسرقهم وهم رايحين على السوق، فمعروف إنه هو بدين من كتر ما بيأكل وبيأخذ مش بس أكل الناس لكن أموالهم كمان، بينما بتلاقي يمكن هدول الغلامين ضعاف كثير، فهم عرفوا شيخ البلد من هيئته لأنه بالليل صعب إنهم يعرفوا مين هم هدول،
لكن هم شافوهم ألقوا بهذا الصندوق اللي وصفه واحد من الغلامين هذول في حوارهم إنه هو مذهب وإنه هو كبير بحجم رجل. وواحد من الغلمان الغلام الأول راح وركض ورا الصندوق وسبح وراه، والغلام الثاني حكى له راح تموت إذا أنت سبحت وراه. وفعلا ما لقينا يعني خلال المسرحية إنه الغلام الأول رجع، يعني أنا كنت بتمنى إنه يكون الغلام هو اللي أنقذ، بس تفاجأت بالمسرحية إنه لا مش هو اللي أنقذ الصندوق أو أخذ الصندوق. فهذا الحوار اللي دار بين الغلامين يا ترى، يعني برضو إحنا بنحكي هون عن أطفال صغار، فكمان شو دورهم؟ يعني مثلا الأطفال في هذيك الفترة أيضا هم جهل غير متعلمين، لكن شو بيحيلنا حوار اللي دار بينهم هم اثنين؟ الغلام الأول اللي بده يروح ويشوف هذا الصندوق شو فيه، والغلام الثاني اللي خاف ورجع ما رضي يسبح في النيل ولا رضي يسبح في بالليل. شو رأيكم؟ شو بتمثل؟ شو بيمثل لنا هذا المشهد؟ الحوار اللي دار بين هالغلامين؟ ما بعرف إذا في حدا رافع إيده. في حمزة شكله. حمزة، أتفضل حمزة. أوكي، أنا كنت رافع إيدي علشان أجاوب أكمل الجواب على الأولى. هلا بس يعني شغله صغيره على موضوع المراه. هلا اوكي، واضح انه يعني توفيق الحكيم يعني يبدو انه بحاول يوضح انه يعني في دور للمراه مهم، واذا كان هي يعني عرفت امكانياتها وقدرتها وعلى ايش هي قادره، وانه يحسب لها حساب، هذا الحكي واضح في ظل يعني كانت لسه الأمور، يعني خلينا نحكي في بداية في البدايات لسه يادوب بدت يعني مرحلة التثقيف ومعرفة دور المرأة وحقوق النساء والأمور هاي بالمجتمعات اللي عندنا. بس يعني الشغلة الثانية إنه هو يبدو بأشر وبجوز يعني هاي واحدة من الأسباب إنه جاب هاي خلينا نحكي اللي هي قصة إيزيس. إنه المرأة المصرية أو يعني اللي هي الآلهة المصرية إيزيس تمثل الأنثى كآلهة، هي من آلاف السنين كانت يعني موجودة وقادرة إنها تفعل وقادرة إنها تكون مؤثرة. فيعني كنوع من استنهاض همم بطريقة معينة إنه إذا كان من آلاف السنين المرأة المصرية كانت قادرة، فليش لا الأيام هاي؟ أو يعني هذا حكي يعني ممكن يعني يعود بالتشجيع تمام. ويعني واختيار إيزيس بالذات تحديدا، يعني إيزيس كان لها تقدير كبير بالحضارة المصرية كآلهة ولها احترام كبير، حتى يعني المعروف أو يعني يقال إنه اليونانيين سرقوا هاي الآلهة، أو يعني أخذوا يعني خلينا نحكي فكرة مشابهة، أو حتى يعني قدسوها نفسها إيزيس، وفي يعني كوبي عنها في حضارات أخرى زي الرومانية وغيرها بقصص مشابهة. فهم كان لهم يعني كثير تقدير واحترام لهاي الشخصية اللي كانت يعني لها دور فاعل. ف يعني هي نوع من التشجيع شفتها للمرأة بهذاك الزمن. هلا الأطفال أنا عموما يعني بجوز يعني صعب أقدر الطفلين اللي كانوا يتناقشوا على موضوع الصندوق، بس أنا شعرت إنه الفكرة العامة سواء من الولد اللي رمى حاله في النهر ولحق الصندوق، أو من الولد اللي ساعد إيزيس، يعني بجوز الولد الثاني اللي كان يناقشه أنا شفته لضرورة الحوار المسرحي، ما شفتش بصراحة إشي يعني محدد، بس شفت أكتر الولد اللي رمى حاله في النهر والولد اللي ساعد إيزيس في الوقت اللي تخلى عنها كل الناس. هم بيمثلوا الفطرة البشرية البسيطة، الفطرة البشرية الأساسية اللي لم تلوثها يعني خلينا نحكي الإعلام الموجه من الحاكم الموجود بهذاك الوقت، واللي بتتعامل خلينا نحكي بالسريقة الإنسانية الطبيعية، لأنه لمرأة متلومة بتدور على زوجها. سواء الأول اللي رمى حاله لأنه شاف حس أنه في قيمة كبيرة لهذا الصندوق بغض النظر هو سماها ذهب وغيره، بس شعر أنه هذا الصندوق يحمل قيمة كبيرة بغض النظر هي الملك وزيريس أو واتفر، فشعر أنه ما بنفع أنه هذا ينرمى، فرمى حاله وراء بالفطرة الإنسانية البسيطة بأنه هذا يبدو شيء لا يعني مش لازم الإنسان العاقل الطبيعي يتخلى عنه.
ونفس الشيء الولد الصغير اللي دل إيزيس يعني بعد هيك قالها هنا رمى، بتوقع هو نفسه اللي كان معاه على النهر أظن، هو صديق اللي كان ناقش يعني. شفت الجانب المهم في الموضوع هو لما ناداها مش لما ناقش صاحبه، شو زي ما حكيت ناقش صاحبه ما شفتش انه هو بيمثل إشي وصاحبه بيمثل إشي، بس عموما شفت الأطفال بيمثلوا هاي المسألة، مسألة الفطرة البشرية النقية غير الملوثة. شكرا حمزة. سمر بعدين أحمد، تفضلي سمر. في بخصوص إيزيس، أنا في كأنه قرأت مقال بخصوص بتناول هذا الموضوع، هو أظن لنوال السعداوي، فهي تمام. بتقول إنه نوعا من النقد يعني، بتقول إنه إيزيس إنه هي كانت معروف عنها إنه هي آلهة الحكمة والمعرفة واللي كانت تحب العدل، فهو بالعكس هون بتقول بالمسرحية صورها توفيق الحكيم إنه هي فقط إنه هي بتسعى إنه هي الوفاء الزوجي اللي بيدفعها إنه هي تبحث وعشان يعني تعرف وين مكانه وتجيبه يعني، أو يعني بدها تعرف وين مكانه بدها تضلها تلحق عشان يعني تكون معه. فهو ما بين يعني بتوضح يعني إنه بالمسرحية هو في منه هذا الحكي، لأنه ما بينت إنه هي صاحبة فكر أو معرفة أو إنه تقدر تأخذ موقف، بالعكس يعني هي مثلا لجأت لغيرها من أصحاب المعرفة، وبرضه ما كان لها رأي في موضع الاختيار أو إنه هي لجأت لأسلوب الرشوة أو زي ما هو أقول يعني راحت مع توت ما ضلتش مع فستات، وهي بالعكس هو بيحكي بالأصل هو لأنه طالما إنه اختارها هي زيس، هي معروف عنها هي آلهة الحكمة والمعرفة والعدل، وهي أصلاً هي كان حبها للعدل يعني هو أصلاً حبها لل يعني سعيها للحصول أو معرفة مكان زوجها اللي عشان تضلها معه هو حبها للعدل قبل حبها للمبادئ. اللي هو بيقول إنه هون صورنا إياها نوعاً ما إنه هي مش شخصية قوية جداً أو شخصية إنه مثلاً إنه بتقدر تأخذ القرار الفكري أو ما بين تختار أو تختار الطريق الصعب لو في مبادئ أو تمشي فيه، لكن هو بيّن كنقد إنه بيّنت إنه هي اختارت الطريق توت، وهذا بتنافى مع شخصية إيزيس الأصلية، وهون بيوضحوا إنه ممكن في يكون هاي النظرة الأبوية لتوفيق الحكيم. هلا هون هذه اللي حبيت يعني ألفت نظري يعني لفتت نظري هذا التحليل، فحبيت أوصل. شكرا لك أحمد، تفضل. مساء الخير، أنا شوي يعني حضرتكم من الأول بعدين جبت إلي ربع ساعة فراح علي جزء من الحوار، بس إذا بتسمحي لي أعلق على ثلاث شغلات بسرعة لو فيها رجعة شوي للبداية. أول شيء على دور المسرح وخصوصا في الأردن، في الأردن الحركة المسرحية بصراحة عانت من إهمال كبير من الدولة. أنا بتذكر أنا عمي داود يمكن بتعرفوه بالأردن، هو ممثل، بتذكر بإحدى الجلسات كنا جالسين وكان في يعني ضيوف ممثلين وكان في عدة ناس، وكان يحكي عن وفد طلع من نقابة الممثلين الأردنيين لوزارة الثقافة أيامها، وكيف إنه كانوا يناقشوا الوزير بإنه الدولة لازم يكون لها رؤية ثقافية من خلال المسرح والتلفزيون، وكيف إنه للأسف الصانع القرار بالأردن أهمل هذا الجانب، على عكس مثلا لما نشوف دول تانية زي سوريا زي مصر اللي الدولة قادرة على أنها توجه الرأي العام وتخلق رأي عام مساند للدولة ومقتنع بآراء الدولة من خلال المسرح. يعني حتى بسوريا شفنا بقع الضوء على التلفزيون، شفنا مسرح همام الحوت، شفنا يعني المسرح الناقد للسياسة. فالدولة بالأردن للأسف أهملت القطاع المسرحي والفني لها تقريبا 30 سنة يعني، فالوضع مزري بالأردن بهذا المجال. نعم. الثاني بالنسبة لتوفيق الحكيم، توفيق الحكيم كان دائما في صوت معلش لو سمحتوا اللي تعملوا ميوت، أو سلمى تساعديني بهالموضوع. أوكي تفضل أحمد. الموضوع الثاني توفيق الحكيم، توفيق الحكيم بصراحة يعني أنا من خلال ما شفته وقرأت له هو كان يستحضر دائما قصص من الماضي حتى يسقطها على الحاضر. أحيانا الاستحضار ما بكون 100% صحيح للقصة كما هي،
لكن لغايات التوظيف في رؤيته للحاضر يعني احيانا بيكون هذا الشيء يعني خلينا نحكي بين قوسين انه مقبول، لكن ما بيكون هدفه انه يعني ما بيقدم حقائق تاريخيه. يعني خلينا نكون واضحين اكثر، دور المراه مثلا في 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 مصر القديمة مش بهاي الصورة اللي احنا بنشوفها. المرأة مثلا كانت ممنوع انها تكون كاهنة، في وظائف ممنوع تتعلم، ممنوع تدرس. مش بس المرأة، كان يعني الشعب تقريبا مقسم الى طبقات. يعني كان الحضارة اللي احنا بنحكي عنها هي حضارة طبقية، الملوك عايشين في طبقة، الكهنة اللي هم وحيدين مسموح لهم انهم يتعلموا في الحضارة هاي هم الكهنة، وممنوع يعني يعتبر الكتابة هي سر من الأسرار. حتى الكتابة الهيروغليفية مكتوبة بطريقة رمزية بحيث أنه مش أي حدا يتعلمها، وما تركوا كتب عن علومهم وحضارتهم. ما كان العلم أنه يتناقل بطريقة الكتابة، لأنه كانت كل هاي أسرار مقدسة، بينما الشعب كان مطحون، الشعب كلياته مستعبد عايش بسخرة. وإذا طلعنا على الشعب كانت كمان دور المرأة فيه يعني أوطى وأوطى، يعني كانت جدا محتقرة في المجتمع المصري القديم. فالصورة المثالية اللي دائما في ناس بيحاولوا أنهم يصدروها عن المجتمع الحضارة الفرعونية القديمة هي صورة أعتقد أنها خاطئة، وأصلا لها أهداف يعني تانية. توفيق الحكيم كان بهاي الرواية، هاي المسرحية بالتحديد، بحاول يوصل رسائل من خلال استحضار الماضي للحاضر، يعكسها أنه دور المرأة توظيفه حسب ما هو شايف انه لازم. واصلا ايزيس هي ماخوذه من الحضاره السومريه، من عشتار، من قصه عشتار يعني. فانا شفت انه الرسائل اللي حاول يوصلها من خلال المسرحيه انا برايي انها كانت رسائل ساذجه، رسائل تاريخيا مش صحيحه. وانا بصراحه لا اعتبر يعني توفيق الحكيم يعني من الشخصيات اللي ممكن الواحد يعني يعتبرها يعني أوكي، لكن هي كانت في خدمة يعني مش مشروع مثقف تنويري متقدم بشكل اللي أحيانا الناس بتحاول تصوره فيه. أنا شايفه أنه إشي أقل من عادي، وإشي أنا بصراحة أنا كأحمد بشوفه إشي ساذج، مع احترام للتجربة طبعا تبعته يعني، لكن لا أراها أنها يعني تجربة عظيمة أو يعني تجربة أنها غيرت أي شيء. شكرا لكم. شكرا أحمد. وتعقيبا على كلامك، أنا بأيدك بأنه فترة توفيق الحكيم انتهت مع موته، لا أو مش مع موته بس في الخمسينات. يعني كان آخر إشي كتب توفيق الحكيم يمكن بنهاية الخمسينات أو بداية الستينات، بعدها ما كتب أي شيء، وما حدا تابع المسرح الذهني اللي توفيق الحكيم أوجده. يعني زي كأنه تجمد مع موت توفيق الحكيم الكاتب، لما بطل يكتب ماتت الفكرة تبعته، وما حدا رجع يعني يتابعها، أو حدا مثلا مسكها وحكى إنه أنا بدي أكمل عليها. لا، على العكس، هي تم إهمالها. وهذا للأسف مش بس موجود في مصر، للأسف في الوطن العربي كله أي مشروع تنويري أو أي مشروع بده يمشي للمستقبل بيوقف مع موت الكاتب. خلنا نقول صراحة يعني موت الكاتب سواء كان فعليا كموت أو كموته من ناحية الكتابة، إنه هو بطل يكتب. فأنا يعني بصراحة هذا موضوع في وطننا العربي للأسف شائع جدا وموجود. طول ما الكاتب موجود هو بكتب عن حاله وبيعبر عن نفسه وعنده مشروع يكتبه، لكن لما يتوفى أو لما يبطل يكتب أو يصيبه مرض ببطل حد يتابعه، ببطل حد يهتم في كتاباته أو يهتم فيه. وهذا يعني للأسف في وطننا العربي موجود كتير. في حدا تاني بحب يعلق على موضوع الطفلين والحوار اللي بينهم؟ أنا شفته حوار بين يعني حمزة حكى عن الفترة الإنسانية وكان إسقاط جميل. أنا شفته عن المستقبل والمغامرة، وكيف في الإنسان المتهور اللي هو زي الغلام الأول اللي بده يمشي وراء هذا الإشي ويشوفه، والإنسان الثاني اللي هو الولد الصغير اللي بعدين ساعد إيزيس بأنها تلاقي زوجها. يعني شفت بأنه الطفل الثاني كان عنده العلم أكثر من أنه يعني يغامر هيك بدون تفكير. يعني الولد الأول عارف أنه النيل بالليل غدار والدنيا ليل وما بقدر يسبح والنيل بيجري بهذا الشكل، فكان بده يستنى لحد ما
يعني يطلع النهار أو يعرف وين رايح هذا الصندوق. عبد الله تفضل إذا بتحب تضيف أي شيء. تمام. أنا بالأول بدي أتشكر الأخ أحمد لأنه وصل الصورة اللي تماماً اللي كنت بدي أوصلها. يعني أنا كممثل مسرحي ما عندي اللغة اللي أعبر فيها يمكن بشكل صحيح، بس هو فعلياً عبر على اللي بدي أحكيه بالضبط. بس أنا شخصياً بشوف إنه الموضوع ساذج وما بتماشى مع شباب اليوم وحياة اليوم. إحنا مش بحاجة اليوم لإسقاطات الإشي كمان، يعني كشباب إحنا اليوم مش ممكن نشوف إشي عظيم. يمكن ثقافة المبارح تختلف عن ثقافة اليوم. وعدم المؤاخذة أنت بتحكي تم إهمالها، إذا هو يعني وهو بحياته ما تمشينا مع فكرته. إحنا كشباب اليوم هو لمين بيكتب عدم المؤاخذة؟ بيكتب للناس اللي جاي بعده صح؟ يعني هو أكيد ما بيكتبش للناس اللي جاي قبله. نعم صح؟ فإذا الناس اللي جاي بعده ما بتتماشي مع كتاباته يعني تمام، يعني مش عارف. يمكن اليوم بجوز عبد الله بعد هلا شوف احكي لك شغله. المسرح زي ما برضه حكى تفضل ابو يوسف حكى انه من 3000 سنه واكثر من 3000 سنه موجود، له اكثر من 4500 سنه المسرح. بس يعني خلينا نقول انه من زمان موجود، لكن هل مثلا تم الاهتمام بالمسرح الاغريقي في مثلا ببدايات بلا تم الاهتمام فيه. تم الاهتمام فيه. خليني بس هلا يعني كل فتره لها فترتها. يمكن احنا اليوم ما بنطلع توفيق الحكيم كانسان، ممكن كشباب او زي ما حكى احمد، انا قلت انه ما تاتي الفكره معه، لكن ممكن بعد 200 سنه يجي جيل يطلع على 300 سنه لورا ويمسك مسرح توفيق الحكيم ويصنع منه إشي جديد. يعني تمام، بس احنا اذا بدنا نقارن بالمسرح الاغريقي، يا المسرح الاغريقي كان فيه الاهتمام بنفس اللحظه لدرجه انهم بنوا مدرجات توسع ل 5000 شخص. اهلا ما بدي افوت بموضوع يعني الموضوع هذا موضوع بضل من زمان لانه ما كان فيه زي اليوم. اليوم عفوا انت بتشوف المسرحيه على اليوتيوب، بتشوف افلام، بتشوف. فزمان ما كانت فيه التكنولوجيا لها دور كمان. ما هو احنا يا منفوت على المسرح تبع زمان يا منفوت ايش في الموضوع. اوكي خلينا نرجع للمسرحية عشان انا ما بدي، لانه هذا الموضوع صراحة يطول الحديث عنه. ويعني ان شاء الله خلال هاي السنة ممكن بعد رمضان نستضيف حدا مختص بالمسرح يكون يعني يحكي لنا عن هذا الموضوع اكثر. انا مش مختصة كثير اللي احكي لك شو فيه، لكن انا من قراءاتي ومن تجاربي في المسرح وبعرف ناس كثير مسرحيين على مستوى عالي، مش مسرحيين يعني بس هيك بدرسوا مسرح وخلص، لا بكتبوا مسرح وبيخرجوا مسرح. يعني من خلال فهمي للمسرح في فكرة بده يوصلها الكاتب وفي فكرة المخرج بيعملنا إياها وبده يوصلها للجمهور، زي ما توفيق الحكيم في هذيك الفترة بده يوصل لنا فكرة، هو في هذيك الفترة فترة الثلاثينات من القرن العشرين بده يوصل فكرة للمجتمع اللي هو عايش فيه أو موجود فيه. خليني أرجع على المنظر الثالث اللي هو تبع القرية المصرية، في بيوت صغيرة تلفظ أبوابها في شبه جرن أو ساحة في وسطها شجرة جميزة ضخمة، بعدين بيجي يظهر شيخ البلد بعصاه الطويلة تحت شجرة وهو ينادي يا أهل القرية ويقبل عليه الرجال والنسوة والغلمان، تفتح أبواب الدور ويخرج منها من بداخلها. هون شيخ البلد بيمثل اللي هو شيخهم اللي بياخذوا منه كل أمر وبسمعوا منه كل كلام. أجالهم بهذا يعني يحكي لهم عن إنه طيفون أصبحوا الملك وبإنه لازم إنه أنتوا تصيروا هو الرح يجي معه الرخاء، لأنه الملك إزريس خلص مات وغرق في النيل وهو بيشتغل على ساقيته. كان معروف عن إزريس بأنه هو رجل علم، يعني بيساعد الناس من ناحية العلوم، بيعملهم ساقيات، بيعمل تجارب للتربة وللزراعة. رح نشوف هلا قدام أيضا ساعد جزء عضفاف النيل قرية، برضو ساعدهم بأنه تخضر محاصيلهم لما فتح لهم قنوات من النيل عشان تيجي على مزروعاتهم.
لكن هنا بيظهر شيخ البلد بأنه هو القوة اللي بتحكي للناس عن وجود طيفون. بعدين بنشوف أنه الناس صاحت يعيش طيفون أو أنه بيعيشوا فيه كلهم. وبعدين بحكي لهم عن المرأة المجنونة، أنه في مرأة مجنونة بتلف على البلدات وبتسأل على زوجها، فهاي هاي ساحرة وهي يعني إنسانة غير عاقلة فما تردوا عليها، اللي هي راح تكون إيزيس، لأنه زي ما صدق ظن طيفون بأنه إيزيس راح تضلها تدور على زوجها لحد ما تلاقي. وبعدين بيجينا المنظر الأخير في هذا الفصل اللي هو لما الغلام يرجع ويشوفه، بتكون إيزيس موجودة طبعا، وبصير في حوار بينها وبين الفلاحة والفلاحين التانيين الاثنين اللي كانوا موجودين، بيحكوا عن إنه ليش شيخ البلد جاي، أو بصير حوار جانبي. فبتيجي هاي الفلاحة تسألها إنه شو بتعملي هنا، فبتحكي لهم، فبقولوا إنه هاي هي المرة المجنونة رح تسحرنا أو تعملنا إشي مصيبة. وفعلا بصير إنه برجع الغلام وبتشوفوا هاي المرة وبتسأل عنه ابنها، لكن بظهر إنه ابنها ما برجع. فبصيروا يصيحوا النساء على إنه أطردوا هاي الساحرة من قريتنا. وبتنتهي وبنتهي الفصل الأول على هيك. يا ترى شو بنقدر نستفيد أو مثلا نطلع بفكرة أو فكرتين من هذا المشهد؟ مشهد شيخ البلد وهو بجمع الناس، وبعدين مشهد طرد إيزيس من القرية هاي لما عرفوا إنه صار في مشكلة وإنه ابن هاي الست اتوفى. يعني إذا في فكرة أو فكرتين نحكيهم عن هذا المنظر، اتفضلوا. في حد بحب يعلق أو يحكي؟ ما بعرف سلمى، أنا مش شايفة إذا حدا. أشوف حمزة بس مش عارفة من قبل ولا هلأ. أوكي حمزة أتفضل. أوكي أنا خليني أحكي كالتالي. سوري إيمان، هلأ يعني الوقت عماله بداهمنا، وبدوز إذا بنضل ماشيين بالريتم هذا مش راح نوصل. هلأ يعني أنا شايف المسرحية زبدتها في نهايتها بصراحة، مع احترامي أنا فاهم وبشكر الشرح التفصيلي والأخذ الملاحظات، بس زبدتها في نهايتها. يعني ممكن نستخلص بعض الأفكار، بس بتوقع أو يعني هذا رأيي الشخصي على الأقل، إنها مش أساسية مقارنة في شو اللي بده يوصل إله يعني توفيق الحكيم بالنهاية. يعني برضو أنا كنت مأجل مداخلتي للنهاية، بعدين صار في ناس تحكي عن النهاية أوكي anyway، وفي ناس تحكي بموضوع عادي. تفضل احكي عن النهاية لأنه هي يعني بعد هيك أنا حابب بس بالآخر في ناس لأنه مش قارئتها، فحابب بس يكونوا معنا. بس هيك بدنا كمان ساعتين بجوز عشان نوصل. طيب تفضل خلينا نوصل. إيزيس بتروح بتلاقي جوزها أوزيريس وموجود، وهو كان بقدم خدمات لبلد تاني، هم بأنقذوه وبتاخده، برجع طيفون بيقتله، بعدين بتخلف منه قبل هيك حورس، وحورس بصده ينتقم لأبوه بروح بقاتل طيفون. أوكي وبحكم الشعب، والشعب بحكم لحورس ابن أوزيريس. أوكي الأسئلة اللي طرحها توفيق الحكيم يعني يبدو هي النقاط اللي بده يوصلها. أوكي إنه هو صراع ما بين العلم والسياسة. أنا صراحة يعني أوكي دائما بنحاول نلاقي مخرج للكاتب، وممكن يكون يعني توفيق الحكيم يعني خلينا نحكي حاول يوصل فكرة. يعني بدناش احنا كمان نهمل كمان يعني رأي يعني كاتب بذل جهد في شو اسمه، حتى لو انه شخص مش مشهور، بس بنحكي عن توفيق الحكيم شخص مشهور ما بنقدر نهمل الفكرة. هلا فعليا انا شعرت انه الفكره مش بالعمق المطلوب، يعني بجوز زي ما حكى احمد، لما لانه الدنيا مش كثير مثاليه نحكي والله فرق بين علم وبين سياسه. يعني الاوزيريس بيمثل العلم وطيفون يمثل السياسه، لانه يعني عفوا يعني بالنسبه لحكم الدوله هو لن يكون ابدا والله يعني حوار بين علم وبين سياسه. تمام، المنيح بده سياسة والعاطل بده سياسة. أوكي وإذا المنيح كان ساذج هو لا يستحق أن يحكم، فهمت علي؟
وإذا كان هو يعني زي أوزيريس داير وراء العلم فهو موقعه مش موقع حكم، هذا موقعه بمحل تاني، موقعه أنه يروح يقعد في مركز أبحاث يحاول يطور يعني الأمور وطور البلد، بس مش هو كمان يحكم ناس، يعني هذا ليس شخص مناسب للحكم برأيي، فهمت علي؟ فإذا بدي مثلا أدخل في العمق التحليلي للفكرة بين المنازعة، يعني بشوفها بالألية هاي، هي ليست منازعة بين والله حاكم خير وحاكم شرير، أو هي يعني منازعة بين يعني ندين مش شايفهم أنا بصراحة في مكانهم الصحيح للنزاع بين العلم وال. الشغلة الثانية لما حكى أنه يعني سنرى ذلك مش عارف شو في عالم 2000 كمان هيك لسه نقزني أكثر يعني بصراحة، يعني ما يعني برضو أعطتني شعور بالسطحية أو يعني ما بعرف صارت زي هيك الخيال العلمي، لأنه أنا شايف يعني خلينا نحكي يعني الصراع بين الخير والشر أو بين العلم الذي يؤثر على الحكم الشخص اللي بس يسعى لمصالحه، بين هذا موجود في كل يعني بكل الأزمان على فكرة، موجود بأيام توفيق الحكيم، موجود اليوم وموجود قبل آلاف السنين وسيستمر. وآخر إشي يعني كمان هاي بجوز الفكرة اللي حاول هو يعني يطرحها بعمق، اللي هي مسألة الصراع إنه هل استخدام إيزيس أوكي للحيلة خلينا أسميها، أو استخدامها لأساليب ملتوية بأنها راحت استعانت بشيخ البلد بالآخر أوكي علشان تنفذ هي المخطط تبعها، يعني هل هو يعني الموقف هذا الموقف سليم اللي هو أيده توت وكجانب من الفئة المثقفة ونقدوا مصطاط وراح تمام. وخليني كمان أحكي هون يعني كمان هاي جانب جيد للنقاش، هاي النقطة بجوز مهمة للنقاش أوكي، لكن كمان يعني برجع بحكي شعرت إنه ما فيش فيها هذا العمق، لأنه بالأخير القرارات على فكرة القرارات الصعبة، يعني حتى الناس الكويسين بنحطوا أمام مرات قرارات صعبة بدهم يقرروا فيها، والقرار مش سهل، القرار بيحكي يعني بدك تحط فيه معطيات كتير. أول معطى بدك تحط فيه إنه شو الهدف اللي أنا بدي أوصل إليه، هل هو هدف سامي يستحق مثلا إنه أنا يعني أستخدم أسلوب ليس جيد ولكنه ليس بكارثي، هل الأسلوب الملتوي اللي بدي أستخدمه زي مثلا استعانة بشيخ البلد هذا أسلوب رح يؤذي ناس، رح يقتل ناس مثلا، أو رح يؤذي ناس ولا مش رح يؤذي ناس؟ طب ما هو شيخ البلد هو أصلاً شخص يعني ملتوي متذبذب سواء مع إيزيس ولا مع غيرها، فأوكي الاستفادة من خدماته مقابل أن أحقق هدف سامي زي أنه أنا أحط شخص أو يعني حاكم عادل، وأنا بحكيش عن حوريسون هو الشخص العادل بس بحكي بالفكرة العامة، هل لا يستحق الاستعانة فيه؟ أنا شايفها طبعاً يستحق، مش شايف أنه والله فيها التواء، بالعكس أنا شايف الناس اللي يعني بتعصبوا، وهي بجوز واحدة من الناس الأولد سكول يعني أفكار اللي بتعصبوا نحو والله المبادئ بطريقة متطرفة جداً، يعني بالعكس هم عندهم كمان مشكلة وعندهم عدم مرونة وعدم فهم أحياناً لما هو الهدف وشو هي الأشياء اللي أنا ممكن أنه يعني أستخدمها والأساليب اللي أنا ممكن أستخدمها. ومعلش بدي أضرب مثال عشان أخلص كل الحكي وأنا مش راح أرجع أحكي بعد هيك عشان تلك المجال. يعني مثلا في ناس بتقول لك الواسطة مثلا الواسطة سيئة، صحيح، بس أنا بدي أحكي عن حادثة صارت معي أنا شخصيا، أنا موضوع اللي هي استخدام الأساليب اللي غير خلينا نحكي مخالفة لمبادئنا أوكي. صار معي في يوم من الأيام أنه كان في تعيينات بشركة كبيرة أول ما تخرجت من الجامعة، فروحت أنا قدمت لهاي الشركة وكنت من الناس الشورت ليستد، يعني من الناس اللي يعني بالآخر يعني عدد كانوا من 101 قابلنا إحنا كأنه 7 أشخاص، فلما رحنا قابلنا المقابلة الثانية صاروا يسألونا أسئلة سخيفة، فأنا عرفت أنه في الموضوع واسطة كويس، فروحنا حكينا مع شخص في هاي الشركة بنعرفه مدير كبير وقلنا له تعي عمي إحنا يعني بدنا يعني واسطة، فالشخص هذا طبعا رفض بشدة إنه يعني أنا ما توسطش وأنا مش عارف إيش، فأنا يعني الشخص اللي كان بيناتنا بيحكي معنا قلت له أنا يعني ما بدي أنا واسطة علشان تعطيني ما لا أستحق، أنا بدي واسطة تنصفني إذا كنت أستحق الإنصاف فقط، مفهوم؟ يعني أحيانا أنت يعني تحتاج واسطة، يعني إذا أنا لا أستحق ما خلص أوكي، لكن إذا أنا كنت أستحق وبدي يجي واحد لا غير مستحق بواسطة يصير محلي، لا أنا بدي الواسطة تنصفني إذا صفت واسطة، هل بعتبر إنه أنا والله استخدامي لهذا الأسلوب أو هذا المنافي للمبادئ والأخلاقيات اللي شو اسمه هو أسلوب يعني مثلا بيخليني شخص سيء؟ أنا بالنسبة لي لا ما بعتبر هيك، يعني هاي قناعتي لليوم
مش ندمان انه انا سويت هذا الحكي، لانه ما شفته باثر على حدا، ما شفت بالعكس. يعني ما احيانا بدك تستخدم هذا الاسلوب، واللي بده يتوسط راح يتوسط سواء لي ولا لغيري. هذا اللي عملته ازيس صح، استعانت بشيخ البلد. يس فانا هاي نقطتي. هذا الموضوع شيخ البلد ايش انتهازي، كان بده يعني حكت له راح اعطيك نص ما املك من الذهب. مية بالمية. هلأ بالنسبة لها نحو هدف سامي هي تسعى له، ما عندها مشكلة تروح تتخلى عن نص الثروة هاي، وهو هذا الزلم مرتشب بكل الأحوال. فأنا ما يعني ما شفت إنه هاي والله الطعن كبير في المبادئ والأخلاقيات، يعني يؤدي له مقابل هدف مثلا والله سامي ممكن يكون فيه المصلحة لكل الأمة ولكل لكل الشعب. فهي أنا، وطبعا أنا بحكي عن هذا الموقف بعممش هاي هذا الحكي بكل الأمور، لأنه برجع بحكي في معطيات كثيرة ومتغيرات كثيرة بتنحط، إنه ما هو الثمن، ما يعني شو أنا شو هي المبدأ اللي بدها تخلى عنه، هذا المبدأ شو راح يأثر على على الناس وعلى الأمة، هل الهدف أصلا سامي يستحق ولا لا؟ إذا كان شغلي بسيطة لا والله أنا ما بنادي حدا مستغلالي زي شيخ البلد. فأنا شفت بصراحة بجوز هاي المؤشر يعني أو الفكرة الجميلة أكثر إشي اللي ممكن يعني يندخل فيها في حوار ونقاشات واختلافات أحيانا بوجهة النظر. وشكرا ويعطيك العافية. شكرا لك حمزة، شكرا، يعطيك العافية، وشكرا لك. أنا كنت فعلا بدي أنط على نهاية المسرحية لأنه كمان الوقت أخذنا، فإذا في أي حدا بيحب يعلق على نهاية المسرحية ويمر على المواقف اللي صارت قبل، في أي حدا ما بعرف. سمر تفضلي. سمر هلا هو هذا الموقف هو يعني محير اللي لجأت إله إزيس، هلا هو ذكرها برضه الكاتب أو المؤلف توفيق الحاكم. فهي هلا الواحد هو بيفكر لو ما لجأت إزيس لمثل هذا الموقف أو لهذا التصرف، لجأت لمثل شيخ البلد، يعني كان ممكن تقدر تحقق اللي بدها إياه، أو ممكن بقول مرات الواحد ممكن بس بدها بوقت طويل جدا، او ممكن ما توصل بالمره. هلا يعني هلا بس شوف بفرجي هذا كيف الواحد انه ممكن، هي اصلا بيقولوا الحرب مرات تكون خدعه. هلا كل واحد بيختار الاشياء اللي بده يلجا فيها، في بعض الاحيان طريقه ممكن تقول انه ممكن ضد المبادئ، او يعني تنحش شوي عن طريق الصواب او طريق المبدا اللي بيمشي فيه، اللي هو حسب الظروف وحسب تقديراته وحسب طريقة تصرفه مع التبعات أو نتائج الانتصار، أو كيف إنه ما بيأثر في هذا الأسلوب اللي هو بيلجأ فيه، إنه ما بيصير إنه ضلها عادة فيه. هلا هون الخطر ممكن إن إنسان يعني بيوقع في هذا المأزق، يعني إنه بيصير بياخد إنه الدنيا بتمشيش إلا هيك. هاي شوية ممكن تخلي الواحد، لأ أنا هيك بحكي بصورة مجردة، ممكن الواحد تخلي الواحد إنه مع الوقت يستسهل هذا الطريق. هلا هاي بعض هو هيك ترك الواحد بحير، خاصة بأسئلته في نهاية. هلا هي موقف إزيس وابنها هو لا يحسد عليه، ويعني أصلا لو ضلت مع طريق فسطاط اللي هو هذا ممكن ما توصل لنتيجة، أو ممكن حتى يتعرضوا للموت، ممكن إن هو يوصلهم، لأنه طبعاً ما هي في ناس كتير حواليهم، مش كل الناس اللي حواليهم هم صدوقين، أو وممكن من اللي حواليهم ينشروا بالفلوس زي ما انشرى شيخ البلد. حتى هم ممكن شيخ البلد هم كانوا في وضع مخاطرة، فممكن هذاك الثاني الحاكم ممكن كان أعطاه الفلوس لمجرد ما أعطاه هو، لأنه ما كان دائماً يقول له مثلاً بعطيك وما بيعطيه، بس أفرض أنه أعطاه، لو أعطاه ببيعهم بلحظة أكيد. واحد إنه زي ما بقول بسلم إن هاي مخاطرة كبيرة جدا، لأنه الشخص المعتمدين عليه هو يعني رأس ماله، هو معبد وكل هو المال الاستلام. فهذا شخص مش مأمون الجانب، فهي هاي فيها يعني هيك فلسفات هاي كتيرة، فبدها تاخد يعني الطريق اللي لجأوه في كتير هذا محفوظ بالمخاطر، لأنه بيعتمد على درجة التزام الآخرين بالخطة المرسومة، وهدول التزامهم مرهون بالمادة، يعني ما هم ما عندهم مبدأ اللي بيدفع أنا برد عليه. فهي يعني
فهي هاي حلوة هاي الفكرة، وبرضو بتفرجي إنه مثلاً رجال العلم اللي بيكونوا منشغلين الحياة مش بس علم، يعني اللي بده يكون مسؤول عن رعية أو مسؤول عن جماعة أو مسؤول عن شركة حتى، فما بيكفي فقط المعلومة فقط، ما بتكفي إنه حتى يكون قائد أو مدير أو ملم بكافة الأمور أو حتى بيقدر يحمي نفسه. فالأصل إنه يكون الواحد إنه بيخرج من نطاق هذا العلم، إنه ينخرط أكثر في الناس ويعرف هاي الخبايا، وهذه بتحتاج لمعرفة، أو الأصل العلم هو التفرغ. فهاي الأشياء، وفي ناس بيجمعوا بين الطرفين أكيد. يعني عندهم الناس العلم والحكمة في التعامل مع الآخرين، لكن الشخص اللي بيكون منغمس كليا في العلم لا يصلح لأن يكون قائد أو مدير لشغلة معينة. شكرا سما، شكرا لك. عبد الله تفضل. طيب تمام يا إخوان، أنا بدي أحكي شغلة واحدة بس، بما أنه صار في حكي أنه في ناس هون مش قارئ المسرحية وموجودة بيناتنا، بحب أبشركم أنه كل الموجودين هون قارئين المسرحية، ويعني بس في بنفس الوقت مش الكل فاهم اللي أنتوا بتحكوا فيه، لأنه في ناس بتختلف أفكارها عن بعض، ونطرح الموضوع ونطرح يعني. بس بدي أحكي إنه كل الموجودين هون قارئين المسرحية، ومش قصة قارئ الموضوع أو لا، بس قصة إنه حدا بنازع أو عدم المؤاخذة، حدا فاهم النزاع أو لا. بس يعني هي قصة ناس مش فاهمة اللي أنتوا بتحكوا فيه 100%، لاختلاف أجيال يمكن أو أشياء. طيب إذا في عندك تعليق عبد الله على نهاية المسرحية، على المسرحية نفسها، تفضل احكي لنا إياه. ما عنديش تعليق أنا عن نهاية المسرحية، عندي تعليق على الموضوع كله. على موضوع يعني إيش النقاش؟ في كتير أمور انطرحت غير موضوع المسرحية. أوكي، هلأ إحنا بالعادة زي ما قلنا لك، يمكن كمان أبو يوسف وضح لك في البداية، لما نطرح كتاب أو نطرح أي نوع أو أدب أو رواية ونناقشها، إحنا بنناقش الفكرة، ما بنناقش الفكرة يعني عندي، تختلف عن الفكرة نفسها. عندي يعني عدم المؤاخذة، عفوا، الفكرة عندك تختلف عن الفكرة عندي. ما هو إحنا عشان هيك بنطرح الفكرة، وكل واحد بطرح وجهة نظره بالأفكار 100%، وأنا عم بطرح بوجهة نظري. إحنا بنحكي عن المسرحية مش على النقاش بشكل عام. المسرحية أنت بتشوفيها غير ما أنا بشوفها. ما إحنا هاي الفكرة عبد الله، إنه إحنا نتبادل هاي الآراء ونتبادل الأفكار 100%. إحنا نتبادل، أنتوا عندكم فكرة معينة وإحنا بنطرح فكرتنا كمان، وأنتوا مش راضين الموضوع. طب تفضل اطرحها. يعني عدم المؤاخذة، أنا يمكن أصغر واحد فيكم هون صح؟ ما بعرف، بقدرش أجاوبك هذا السؤال، بس تفضل اطرح فكرتك. تمام، أنا فكرتي إنه المسرحية بتنكتب للجيل اللي بعدين. أنت بتكتبي مسرحية لحدا قبلك؟ أوكي، جاوبيني على السؤال. بس صاد السؤال تمام، كتير واضح. والله شوف، بالنسبة إلي الأدب والمسرح غير العلم، العلم بحتاج لحجة، الأدب والمسرح بحكيش عن علم، أنا بحكي عن أدب ومسرح. ما أنا بدي أوصل لك، هلأ أنا ما بقدر مثلا ممكن أكتب إشي عن إشي قديم، بس ما بس مين تكتبين؟ يعني لحدا قديم أكيد قبل، لا طبعا للأجيال القادمة ولبعد المسرحية 100%. إذا ما بدك تستوعب هاي الأجيال، يعني إذا الأجيال اللي بدك تكتبي لها ما بدك تستوعبيها، لمين بدك تستوعبي؟ يعني هل أنت بتنقد توفيق الحكيم ليش كتب مسرحية ما بتتوافق مع الأجيال القادمة؟ لا، هيك رأيك؟ لا أبدا أبدا لا. إلا كان بس أنا بنقد، أنا بحكي عن الطريقة اللي أنتوا بتناقشوا فيها الموضوع. أنا ما بنقد المسرحية بأي شكل من الأشكال. طيب تفضل، يعني أعطينا، يعني إحنا بنحب نسمع دائما، لأنه قلنا إحنا فترة طويلة بنناقش كتب، احكي لنا كيف الطريقة اللي ممكن إنه إحنا نناقش فيها كتاب أو مسرحية، أو إحنا بنناقش أفلام أحيانا، بنناقش روايات وكتب وفلسفة، فتفضل يعني إذا في عندك فكرة تعطينا إياها بكتبها بنستفيد منها لقدام.
يعني لا انا عدم المؤاخذه مش موجود عشان افيدك، بس انا يعني انا لا اذا عندك فكره تفيدني احكي لي. والله اسمعي انا بسمع بشيء تمام، انا بسمع بشيء يعني انا اصغر منك بكثير وانا بتعلم منك، انت فاهمه؟ انا ما بعلمك، انا بتعلم منك، بس انا لما اجي اتعلم منك ولك انه انت مش عاملتي لي حساب بالتعليم هذا مش حتعلم منك ولا شيء. ما انا بدي اسمع شو بدي، ما انت احكي لي الفكره عشان انا اعرف كيف بدنا يعني بكتبها عندي، لانه احنا دائما بنعمل مراجعات لكتبنا ودائما بنعمل مراجعات لاسلوب كتابتنا وبنحكي للرواد، احنا عندنا رواد كثير نحكي لهم انه اذا في عندكم اي تعليقات او اي شيء دائما يعني في عندنا كل فتره وفتره مراجعه على هذا الموضوع. فاذا تمام. عندك انا اسمعي انا مش بعلق، والله انا مش بعلق ولا بعلم ولا بعمل شيء، انا طيب انا كثير صغير وجاي اتعلم. معلش انا بدي طيب. بس ادخل بالموضوع هون بس لانه الوقت ماله بيمشي، فانا بدي احكي. طيب يا ريت لو نختم بس نطفي التسجيل اخ عبد الله، بناخذ وبنعطي مع بعض اكثر بالموضوع يعني هيك ريحية أكتر. ليش؟ معلش عبد الله إحنا عشان معانا وقت عشان يعني عشان معانا وقت محدد، مش ضايل معنا على فكرة، إحنا وقتنا خلص، إحنا حتى على 9 بنخلص المفروض. بس طيب خلص الله يعطيكم العافية متأخرين. بس عبد الله إذا عندك أي تعليق ممكن تكتب لنا إياه تبعتنا. والله ولا بدي إشي منكم، الله يعطيكم العافية. طيب يا فيل شكرا لك وشكرا يعني لمدخلاتك. لا وشكرا لأنكم سكتوني. لا احنا ما سكتناك، انا بس بدي لانه الوقت بيمشي واحنا اي يعني وقت ايش اللي ماسككم بالوقت؟ احنا عندنا وقت محدد، احنا جلستنا ساعة ونص ما بنقدر نتجاوز عنها، بس احنا تجاوزنا لانه بلشنا متأخرين. يعني احنا بالعادة 9 وعشرة وربع بنختم، عرفت؟ تمام. يعني انتوا اسمعوا احكي لكم شغلة، انتوا كتير متأخرين. من اي ناحية؟ من الزمن، متأخرين من الزمن. أوكي خليني أنا بدي أختم المسرحية، معلش اسمح لي عبد الله اختميها. يعطيك ألف عافية، وأنا غلطان إنه جيت معكم أصلا. إذا بكم مش تسمعوني، إذا أنا جاي عندكم هيك وبكم تسكتوني بكم مش تسمعوا رأيي، الله يعطيكم العافية. أخ عبد الله أوكي احكي لنا رأيك، أنت ما عم يعني عم نسمعك، أنت ما عم بتوصل لنا الفكرة، فأنا عشان هيك قلت خلينا لبعد يعني بس نخلص الجلسة، بس احكي بليز إحنا عم نسمعك. أنت عم حكيت النقطة، أنا صراحة مش عارفة أنت إيش اللي بدك توصل له، فبليز احكي لنا إيش اللي بدك إياه، إيش الفكرة اللي بدك توصلها، إحنا ما عم نسكتك. تفضل. الله يعطيكم العافية. بس أوكي الله يعافيك عبد الله، وإذا عندك أي شيء إحنا موجودين يعني، وصفحتنا على الفيسبوك موجودة، بتقدر تبعت لنا رسالة بأي وقت. ما بلزمنيش أبعت لكم إشي، إذا أنا وعلى اللايف بقدرش أحكي يعني، مش راح أبعت لكم إشي على الخاص يعني. طيب خلاص إيمان امشي يا إيمان. إيمان امشي يعني، وبعتوني يا جماعة يعني. أنا طيب خلاص بدنا نعمل يعني حمزة، أنت وصلتنا لنهاية المسرحية، في حدا عنده أي تعليق على نهايتها عشان أنا أختم بآخر شيء؟ معتز بدك تحكي أي شيء لأنك من البداية حكيت وقلت خليها للأخير. لا خلاص كفوا وفوا الشباب. لا إذا عندك أي شيء تفضل. أيه هي هاي اللي بدي أعلق عليه أنا، الاعتماد على الشباب، والشباب هم المستقبل. أي شباب يزم أي والله شباب يعينهم والله يعينهم على والله يعينهم على يعني المستقبل. أنا إذا الشباب إذا أنا أصغر واحد فيكم مش مسموع كلمتي. أي شباب بيجي وقت إن شاء الله بتنسمع كلمتك. أحمد جلاجل تفضل بدي يحكي إشي. أحمد مساء الخير، وهدوا يا جماعة شمالكم، إحنا بنتناقش يعني مش مساهل الموضوع. على كل حال الرواية أنا شفت إنه ما إجت النهاية متناسبة مع أحداث الرواية وما سير الرواية. يعني ما شفت الذروة اللي مفروض إنه تنتهي فيها أحداث الرواية ما انتهت بالطريقة الصح أو أحداث المسرحية. هنا برجعنا على أسلوب توفيق الحكيم. توفيق الحكيم أنا يعني مش إنه انتقاصاً منه كمكانته الأدبية وكرمز أدبي، لكن أنا بحكي عن تجربته بوجهة نظري أنا كأحمد، إنه هو عمل على مصرنة الأدب. مصرنة الأدب بمعنى إنه إحنا نجيب مسرحية
عم تتمثل أو تعرض مثلا في أوروبا، بنجيبها بنحول أسماء الشخصيات لأسماء مصرية، بنحول الديكورات بدل ما هي مثلا في أثينا نحولها لمنطقة في القاهرة أو في الأرياف أو في الهاد، وبنعطيها طابع مصري وبنحولها. فأنا ما بعتبر أصلا أنه توفيق الحكيم من أنه مبدع، وبيظهر نقاط الضعف في النقاط اللي هو بيحاول يغير بين المسرح الأصلي اللي بنقله وبيحاول أنه يعطي الصبغة المصرية وتدخلاته، فبتظهر نقاط الضعف. يعني ما كانت الخاتمة تتناسب مع قصة الرواية اللي ماشي إحنا على طولها، أنه فيها نضال 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 بعدين انتهت بطريقة بصراحة ما كانت عاجبتني. هذا كان رأيي حول الرواية، وشكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. شكرا لك أحمد وشكرا للجميع. يعني خليني أنهي برأيي. يعني أنا شفت إنه فعلا زي ما تفضلت أحمد وحكيت، أنا فاجأتني النهاية، ما كنت أتوقع هيك، كنت يعني أتوقع نهاية أفضل أو أقوى، لكن أتوقع توفيق الحكيم تركها مفتوح، يعني مش مفتوحة بس زي كأنه بيحكي بأنه هذا زي كأنه هذا هو اللي بصير بين البشر، إنه دائما رح تتكرر نفس هاي المشاهد، فتركنا الموضوع مفتوح. لكن صراحة توقعت تكون النهاية أفضل من هيك أو أقوى من هيك. في موضوع محاكمة الشعب اللي صارت، صراحة هذا الحوار عجبني، إنه طيفون وشيخ البلد بخلوا الشعب يحكي، يعني دليل إنه كان في إنه توفيق الحكيم بده يحكي لنا إنه الشعب كمان عنده رأي ولازم يحكيه لما تصير هيك محاكمة. وهذا كان واحد من أساليب أيضا اليونانيين والقدماء وزمان، كانوا يحاكموا علنا، كان الشعب يكون موجود ويتم المحاكمة بشكل علني بدون قاضي، أو بكون الحاكم هو القاضي، أو بشوفوا الشعب شو رأيه بالموضوع. فهاي شفت حوار فيها برضو، حوار كان لطيف. شكرا لكم جميعا ولحضوركم، وشكرا عبد الله كمان ما بعرف اذا لسه معنا، بس شكرا لك ولحضورك كل الجميع. والاسبوع الجاي ان شاء الله رح نعلن عن كتابنا بكره ان شاء الله سلمى، ان شاء الله. وشكرا لكم، بنشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي بنفس الوقت. شكرا لك، الله يعافيك. شكرا لك زمان، الله يعافيكم. شكرا لكم، شكرا. الله معكم، مع السلامه.